السلام عليكم حبايب قلبي ايمي. النهارده يوم جديد ومش من الطبيعي ومش عادي مع ايمي، اللي احنا النهارده ان شاء الله نحتفل بخالد المعجزه معانا النهارده عشان عيد ميلاده. ايوه خلود حسام طارق مشيت. وطبعا بقى رمضان كريم وكبير وعظيم ربنا اللي احنا نعمل له كل الاكل النهارده، وهو اللي ان شاء الله هيفتح معانا البوفيه اللي انا عاملاه بايدي دولت. وبرجلي طبعا عشان واقفه تعبانه وشقيانه. اتفضل تعالى معاهم وريهم الحاجه واحده واحده. اتفضل. يا بختك يا بختك. ناكل الاول مش عايزين مصر انا عايز صوره. ايه ده ديك رومي؟ بس يا جوجو. لا جوجو يقف طبعا. جوجو حبيبي يا جماعه. صور يلا. صوري يا ريم انت كمان يلا. اي مساعده؟ افتح عادي كده على طول. اساعد معجزه. طول دي المحشي. الله الله الله. اوصف بقى يا معجزه حاجه حاجه. عندنا حواوش يا جماعه. يا جماعه عندنا سمبوسه، عندنا سجق وانا اللي عاملاه على القناه وشوياه، وعندنا بطاطس محشيه، وعندنا كفته، وعندنا بومبار وعملته برضو على القناه، وعندنا حواوشي برضو. خش شوف على القناه. اوه شوربة الورق عنب. اللي بيحب الورق عنب اللي هيمد ايده على الكرنب هنفخه. والكرنب طبعا الملحلم. الا الكرنب بس. ايه بقى الكفته دي؟ طبعا الديك رومي لاجل معجزه. كل سنه وهو طيب. وهناكل بالف هنا وشفا. ووريهم العصاير بقى اللي انا عاملاها. وريهم العصاير. يلا بينا يلا بينا. عاملين ملوخيه برضه يا جماعه. اكيد انتوا شفتوها. دي فراوله اكيد. دي فراوله تمر هندي. قمر الدين. صوبيا. كل ده معمايل ايدي. مفيش ملح ليمون. كله طبيعي طبيعي. وعندنا سلطه وعندنا طحينه وعندنا الفلفل. اهم حاجه. وطبعا انتظرونا دلوقتي طبعا في الفيديو ناكل بالف هنا وشفا، وبعد كده نعمل احلى عيد ميلاد لمعجزه حبيب الملايين. ربنا يخليك يا معجزه يا رب. كفايه طلتك علينا. ويلا ناكل بالف هنا وشفا ونرجعين تاني. مرة يا جماعة عيد ميلاد معجزة الغالي علينا كلنا. وعندنا طبعا حشد كبير. بص عطية ما شاء الله. وهيغنوا معانا اغنية حازي بس زيتون. يلا واحد اتنين ثلاثة. حازي بس زيتون. حازي بس زيتون. حازي بس وزير بيو. لا 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 محدش يهزر. بصوا بقى يا جماعه يعني بصوا احنا عشان بالروح. الجو بالروح. واول مره على اليوتيوب ما حصلتش قبل كده. يا نهار ابيض. وزي ما حضراتكم شايفين. لا 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 ما حلو. معلش خلاص اغسل وشك. تعالى دخلنا مش هوصل حته جيني. هو ينفع اديله حته جيني؟ لا لا اه ليها باظت. بس التورتايه بس التورتايه. يا خالص بص احنا بنستحمل يا جماعه عشان هنا كل مره بيقول لها حالا بالا بالا محيي كان يوم اسود. لا 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 من الجمهور يا جماعه يعني بصوا بيحيوه بس يعني ايه ما اقولكمش. عندنا هنا ناس كتير قوي. تحيه للجمهور بتاع خالد. لا لاول مره بقى على اليوتيوب يا جماعه. عاملين جيلي. عامله التورته اللي عاملاها معاكم قبل كده على القناه. وعامله برده كريم كراميل اللي عملته معاكم. خشوا واعملوا كريم كراميل عشان الجو الرهيب ده. وعملت الجيلي برده على فكره عادي جدا. وعملت التورته بالشوكولاته. والتورته دي يا جماعه انا كتبت عليها خالد بميه الذهب بتاعتي. وطبعا حبايب الاعزاء جايبين له شوكولاته. جايبين له حاجات حلوه زي ما انتم شايفين كده. وان شاء الله
هنعمل هنكمل برضو وهنعمل أغنية من الجماهير بتوعي. اتفضل. تمام يلا. حبيب حبيبتي شرطة ميلة فراغ وهكتب لي حروف اسمي ما هنتي في قلبي سكن القلب عارفة قصتي وحالي ومين غيرك في قلب اكتب له مرسالي مانيش عارف جوابي ده جوابي الكام معدتش بحسب الصفحة معدتش بحسب الليلة معدتش بحسب اللي راح من الأوهام كفاية إني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس أو شاف حاله في بعدك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصلى ويا ما في نفسي ويا ما ما يا ما يا ما يا ما يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني ولازم تعرفي إني لا أنا عفريت ولا جني بحبك بس ايد اقصر كتير مني فمش هقدر اجيبلك من الدهب كف واجيبلك من الياقوت كف ومش هقدر اجيب الوالي في السفة ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف بحماه لفه كفايه اني بحبك موت وحب الناس ندامه وعار وحبي عكسهم عفه. لو عينك وقلبك
عادك ولا عشان بحبك هتطول عنادك انا طيرك وعدلك انا طمعان بعدلك انا من حب ذاك ليه نتعب قلوبنا ليه نرضى بعذابنا الحقيقة انت حبيبي وبس انت نصيبي وبس نفسي اشوفك بس تبدأ الجمهورية عبد الحمد العالمية عم نفرق عنا هي عم كملها بقى واقفه حته كده تعالي يا شيماء تعالي صور حلو مين استني ايوه كيف انا وشك انا وشك عشان بتصور 7000 لقطه وتلم وتلم طبعا كده كلها دمه مكعب حلو بيعرف يقطع يا جماعه بصي 100 ايوه صح ايوه صح لا احنا دوم بس بعتها لي بس اول ما ايه واحده كده ما ينفعش اتصور كده انا كنت بقى كل سنه وانت طيب ايه ده بصي يا ساره قول لهم بقى تعمل فيديو انا اول مره اصلا يعني حد يحط لا 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 والله العظيم اول حاجه والرومي والحركات والمحشيات تورته الكرومب دي لحد الحلو مش قادرين نكمل اكل معايا مش قادرين نكمل اي حاجه انا اول اخر حاجه انت اللي هتختمي ان شاء الله عايزه حاجه اكتبها اه شير ولايك وسبسكرايب ايه ده يا استاذ استاذ رحيم اكسر يا جماعه ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب رحيم رحيم والله يا جدعان ده اخويا اخويا ده بس اشوف ربنا يخليكم لبعض دايره عليكم شكرا مع السلامه مع السلامه احسن احسن